في الفترة اللي فاتت بيسازدا واستوديو اسمه ماشين جيمز قدموا لنا لعبة وولفنشتاين ذا نيو اوردر اللي كانت تعتبر ريبوت للسلسلة اللي بدايتها كان مرتبط بيها بداية الفيرست بيرسون شوترز. وذا نيو اوردر الصراحة كانت لعبة ممتعة قدمت المطلوب منها كلعبة اولد سكول شوتر موجهة بشكل كبير للفانز القدام للسلسلة، ونزل من فترة زي ستاند الون اكسبانشن باك اسمه اولد بلاد بيعرض الاحداث اللي حصلت قبل نيو اوردر. وبما ان احنا قدام زي اكسبانشن باك بيتباع بشكل منفرد بعيد عن اللعبة الاصلية، فنسأل نفسنا سؤال: هل اولد بلاد قدمت نفس المحتوى بتاع نيو اوردر بكميه اقل عشان تناسب كون اللعبه مجرد ستاند الون جيم صغيره، ولا هنكون قدام حاجه زي نزول عن مستوى اللعبه الاساسيه؟ زي ما قلت اولد بلاد هي تعتبر بريكول لاحداث اللعبه الاساسيه، وهي مركزه بشكل كبير على عرض مهمه واحده بس، امبيا بلاسكوفيتش بطل اللعبه في فتره الحرب العالميه الثانيه قبل احتلال المانيا النازيه للعالم زي ما حصل في اللعبه الاساسيه. والمهمه دي بترجع الناس للمكان اللي كان موجود في الالعاب القديمه وهي كاسل وولفنشتاين. ومهمه بلاسكوفيتش هنا هي تجميع معلومات عن واحدة من القادة العسكريين اسمها هيلجا، وعندها اهتمام شديد بمجالات السحر والحضارات القديمة وشغل بقى نظرات المؤامرة اللي تخص اهتمام النازيين بالأوكولت والسحر الأسود والكلام ده. أحداث اللعبة كلها مبنية على فشل المهمة دي ومحاولة بقى بلاسكوفيتش ان هو يهرب ويعرف برضو ايه هو هدف هيلجا ويوقفها. والمستوى البسيط اللي تعرض بيه اللعبة الأساسية موجود هنا برضو، بس يمكن يكون أقل شوية من ناحية كذا حاجة. يعني اللعبة الأساسية كان فيها ميزة في عرض الشخصيات الجانبية وخلت الناس تهتم بيهم على الرغم من أدوارهم الصغيرة. هنا مفيش من ده كتير، هنا يا دوبك يعني مين فيلن اللي هي هيلجا بيكون بينك وبينها حوار هيشد الانتباه وهي بس على كده. يعني بقى الشخصيات ما اهتمتش بيهم بشكل كبير. غير كده القصة بشكل عام كانت متواضعة. هي مش قصة سيئة، هي متواضعة وعادية ممكن تتنسي مع الوقت. أنا شخصيا مش عاوز أخش في تفاصيلها عشان لو محدش لعب اللعبة ما تتحرقش عليه، بس القصة مش بتقدم الكتير أو يمكن تفاصيل بسيطة وصغيرة وبعض الناس مش هتهتم بيها، وما تعتبرش سلطت الضوء على جانب كبير من عالم اللعبة او تقديم خلفية بتفاصيل جديدة وكتيرة عن عالم اللعبة خيالي الخاص بالقصة. كون ان اللعبة يعني ستاند الون اكسبانشن باك يعني ما تبروش مبرر او سبب ورا التواضع ده. نيجي بقى للجيم بلاي، واللي لعب نيو اوردر هيلاقي بنسبة كبيرة اولد بلاد بتقدم نفس الافكار تاني من جديد مع بعض التفاصيل المختلفة على مدار 8 ساعات لعب. ايوه اللعبة استمرت معايا 8 ساعات والصراحة ده معدل كويس جدا، وبالنسبة للعبة تعتبر يعني ستاند الون اكسبانشن باك وهي الشوتر. والجيم بلاي في نيو اوردر كان بيقدم تجربة شوتر تقليدية بتنوع الاسلحة، ومقابل التنويع ده بنلاقي تنويع في الانيميز وليفل ديزاين ومواجهات قدمت درجة من الاستمتاع باللعبة وخصوصا للفانز القدام. لكن اولد بلاد كان في محاولة تقديم ان كل ليفل بتمر بيه على ان في طريقتين مختلفين ممكن تمر منهم، الستيلز او انك انت تخش زي رامبو وترزع في اي شخص قدامك. شخصيا في الاول لقيت ان في حتت في اجبار على استخدام الستيلز كنت مستمتع بيها لانها فعلا بتخليك واقع في احساس انك انت بتهرب من سجن بشكل ممتاز، لكن بعد كده لقيت ان اللعبه وقعت في دايره من التكرار. كل ليفل بتلاقي نفس انواع الانيميز، كل ليفل بتلاقي نفس الاحساس الليفل اللي قبله ونفس المواجهات هي بتتكرر، وده استمر على مدار 4 ساعات او نص اللعبه، وده خلاني ارجع بالذاكره اللي انا شفته في نيو اوردر واللي كان فيها تنويع كبير عن كده. اللعبه كان في كل ليفل كنت بشوف افكار ومواقف واحداث وتسلسل الاكشن مختلف عن الليفل اللي قبله. وانا مش عاوز احرق اللعبه الاساسيه، بس كان في مهمات انت بتطلع بره الكوكب الارض ذات نفسه في واحده من المراحل، واللي كمان ساعد على وجود حاله من التكراريه في النص الاول من اولد بلاد الاسلحه. الاسلحه مش بتقدم نفس الافكار ولا بتخلي الواحد يهتم بيها زي اسلحه اللعبه الاساسيه. مفيش اسلحه زي الليزر كرافت تريك او الاسلحه الجنونيه وتنويع المودز اللي ممكن تستخدمها مع كل سلاح. الستيلث استخدامه برضه في اللعبه بيبقى ممل مع الوقت، لان مفيش في ايدك الا بيستول بسايلنسر وثرو نايفز وستيلث تيك داونز وبس. والنص التاني من اللعبه شخصيا مش عاوز اتكلم عنه عشان مرتبط بشكل كبير بجزئيه تخص احداث القصه، وهي تعتبر اهم جزئيه طبعا وفيها حرق كبير جدا للقصه بالنسبه لي. بس من اولها قلت اخيرا في تغيير للبيسنج بتاع اللعبه وافكار جديده شويه بعد 4 ساعات من نفس الحاجه، لكن هي الفكره الجديده دي تعتبر ممتعه لمده دقائق وبعد كده متعتها بتقل مع الوقت لانها نوعا ما بتتكرر برضه. ممكن بعض الناس يبصوا للجوانب دي ويقولوا اصل دي لعبه ستاند الون مش مطلوب منها تقدم كتير، ومفهوم الكلام ده، بس الفكره كستاند الون جيم ممكن ما تقدمش محتوى كبير وافكار كتيره، بس ما يكونش فيه تقليل لمستوى جوده التجربه. لكن في شويه جوانب ايجابيه في اللعبه يعني لابد ذكرها. يعني الاي اي بقى افضل من اللعبه الاساسيه ومستواه يعني ما بقاش خارق بس افضل، ومفيش لحظات من الغباء المستحكم زي اللي انا شفتها في اللعبه الاساسيه. وفي بعض اللحظات الصغيرة اللي كان فيها تغيير لإيقاع اللعبة وكانت ممتعة الصراحة، بس كانت متقدمة عشان تبقى زي الجسر اللي بتنقلك اللعبة عليه من المرحلة التانية او من الجزئيه اللي هتقرر فيها اللي انت كنت بتعمله في الجزئيه اللي قبلها. وكنت اتمنى لو في مراحل معتمده على مواقف زي دي بشكل اكبر،
جرافيكس اللعبة عموما مفيش اي اختلاف عن اللعبة الاساسية، مفيش اي تغيير حصل للتاكتشرز او الاضاءة او حتى تغيير من ناحية فنية لشكل الاسلحة والانيميز بخلاف كم نوع من انواع الانيميز كده. وناخد في اعتبارنا كمان نقطة ان انا لعبت اللعبة الاساسية على بلاي ستيشن 4 واولد بلاد بلعبها على بي سي، والاختلاف بين اللعبتين غير ملحوظ حتى وانا بلعب اولد بلاد على اعلى سيتنج. وزي ما قلت في ريفيو نيو اوردر، اللعبتين بيستخدموا محرك قديم وعفى عليه الزمن وهو اي دي تك 5، فاللعبه فيها مشاكل من حين لاخر في التكتشرز من قله الجوده، وبتلاقوا ساعات بتاخد ثواني عشان تحمل. وبشكل عام الجرافيكس اللعبه ما فيهاش جديد، نفس العيوب او مميزات اللعبه الاساسيه موجوده هنا تاني. الاصوات في الجوانب اتحسنت صراحة في اللعبة، الساوند ميكسينج ذات نفسه بقى ممتاز، ما بقتش اصوات الاسلحة مغطية على اصوات تانية سواء بقى على الراديو اللي الناس بتتكلمك منه او الساوند تراك. والاصوات عموما في اللعبة ممتازة، اعتقد مفيش افضل ممكن يتقدم للاجواء اللي انت سمعتوها من ثواني دي. وفويس اكتنج برضه مازال ممتاز، انا شخصيا معلوماتي عن الالماني شحيحة، بس الحوارات باللغة دي في اللعبة كانت مش عارف ليه الاستماع ليها كان ممتع، جايز عشان اللغة زي الالماني كانت مناسبة مثلا للفيلنز او اي شخص شرير مثلا، يعني عموما لغة تحسه كده فيها شيء من الشر. الساوند تراك كان معمول برضه بغرض خدمة اللحظات المتقدمة في اللعبة مش اكتر، يعني هو ما كانش حاجة ايبك قوي او حاجة ما تلفتش الانتباه، هم مسكوا العصاية من النص زي ما بيتقال. وهو مش ساوند تراك معمول عشان يعلم في دماغ اللي بيلعب، الفكرة ان هو كباك جراوند لبعض المواقف كان حلو وبسيط وخدم المواقف دي سواء بقى في تسلل او اكشن صرف او المواقف اللي تيجي في نص اللعبة التانية اللي مش عاوزين نتكلم عنها عشان الحرق، وكان متقدم في خلفيتها كمزيكا مناسبة جدا. وولفنشتاين اولد بلاد زي ما قلنا كذا مره طول الريفيو، ستاند الون اكسبانشن باك او دي ال سي للعبه الاساسيه اللي هي وولفنشتاين ذا نيو اوردر، والسعر المطلوب مقابل اللعبه دي اللي هي عمرها 8 ساعات هو $20، ومن بره ديل كويسه جدا، لعبه عمرها فوق المتوسط كشوتر وسعرها قليل. بس المشكله زي ما قلت في اول الفيديو ان اولد بلاد لعبه مشكلتها انها بتقدم الستاند الون اكسبانشن باكس يعني الى حد ما غلط شويه، انت بدل ما تعتمد على تقديم الجوده بتاعت اللعبه الاساسيه من خلال محتوى بكميه قليله، قدمت كميه قليله فعلا ونزول برضو عن مستوى الجوده اللي كان موجود في ذا نيو اوردر، واللعبه من الاخر زي ما تكون معموله لاي حد عاوز وولفنشتاين اكسبيرينس اكتر، بدون التركيز على تقديم حاجات جديده للسلسله اللي هي لسه معمول لها ريبوت من سنه. والفكره ان الاكسبانشنز اللي بالشكل ده دايما كانت بتقدم جديد للسلاسل اللي هي تبعها، على سبيل المثال فار كراي بلاد دراجون، لعبه قدمت في كل جوانبها حاجات جديده ومختلفه للسلسله ونقلت جوده الجزء الثالث على سكيل صغير. اولد بلاد يعني لعبه عموما يجي منها، هي مش لعبه وحشه، هي لعبه عاديه، شخصيا لعبتها لمجرد تضييع وقت عدم نزول لعب جديده في الفتره الحاليه، وهي مش بتطلب كتير مقابل محتواها، بس في نفس الوقت ده ما يعتبرش زي مبرر لتقبل تقليل جوده التجربه اللي احنا شفناها في اللعبه الاساسيه. لو كان في حد ما لعبش نيو اوردر اللي نزلت السنه اللي فاتت، يعني انصحك بشده انك انت تجربها، اللعبه الصراحه كانت ممتعه وفيها عرض قصه بشكل افضل وتنويع في الجيم بلاي، لكن اي حد لعبها ما تستناش من اولد بلاد كتير، هي لعبه زي ما قلت لعبه متواضعه.